قد احتفل الملايين من الأيدي العاملة في مصر بعيد العمال الذي يأتي تتويجا لجهودهم وعملهم الدؤوب، وقد حرص عدد من العمال في مصر على ممارسة أشغالهم حتى يوم عيدهم، وذلك حرصا منهم على عدم تعطيل المصالح اليومية. يد تبني وعامل لا يكل. محمد عبد الستار البالغ من العمر 38 عاما يمارس عمله كغيره من العمال المصريين الذين لا يتوقف عملهم حتى يوم عطلتهم الرسمية. بمطرقته وأدواته وخبرته التي تجاوزت 14 عاما يساهم محمد في بناء أحد مشروعات مصر التنموية. تاريخ مهنتي بدأت من حوالي 14 سنة إن أنا أشتغل صنايعي بندورة، واشتغلت فعلا واشتغلت مع المقاول واتنقلنا من موقع لموقع. دلوقتي بقت العيشة أحلى، والعيشة يعني بقت الواحد فعلا صراحة بقت بيقدر يشتغل وبيلقى شغل. الأول كان الشغل ضعيف جدا، ممكن أشتغل أسبوع وأقعد أسبوعين أو أشتغل أسبوع وأقعد شهر. أصبح دلوقتي الحمد لله الشغل يعني كتير ومتوفر فعلا، يعني كل يوم يعدي علينا عيد وأنا شغال يعتبر برضه هو العيد بتاعي أنا بحتفل بيه وفي الشغل. أنا بحتفل برضه بالعيد بتاعي في الشغل لأننا برضه كل ما أشتغل كل ما يبقى أحسن. تدب الحياة في عمق الصحراء بسواعد ملايين العمال في مختلف المواقع، ويبقى السؤال في يوم عيد العمال عن أحوال العامل المصري. الحال العامل المصري حاليا بقى كويس، يعني في مشاريع كتيرة شغالة دلوقتي وفي فرص عمل كتيرة. يعني على سبيل المثال المشاريع اللي احنا شغالين فيها محتاجين والله ناس كتيرة، وبرضه الإيجار والأجر العامل برضه ارتفع وبقى يعني الوضع كويس. يعني مهنتنا واحنا شغالين فيها كذا مشروع قمنا بيه، بروح المشروع من دول أبقى جبل وصحراء برجعوا حاجة حلوة وعمار ودنيا تاني. الحمد لله شغالين على طول، احنا هنا نروح كل شهر ونيجي الشغل مفتوح على طول. بالنسبة للمشاريع والأعمار اللي شغال ده جديد. الأول من مايو كل عام يحتفل العالم بعيد العمال تأكيدا على احترام جهد هؤلاء وترسيخا لحقوقهم وتحفيزا لهم لاستكمال مسيرتهم التي تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لضمان أن يحيا العامل المصري بكرامة. سالي سالم، أون لايف.